السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد والذي نخصصه في هذه الأيام المباركة حول موضوع القران والخطوبة والحياة الزوجية، وذلك من أجل أن نتعرف عن أهم الأخطاء التي قد يرتكبها الأزواج، ثم نتعرف إليها ونحرص على أن نتفاداها. في حلقات سابقة تحدثنا عن موضوع الخطبة وعن موضوع القران وعن موضوع التعارف عن طريق الانترنت. اليوم نريد أن نركز عن أهم الأخطاء التي قد يقع فيها المتزوجون، خصوصا في سنة أولى زواج، لأنه كما هو متبين بأن سنة أولى زواج إذا لم تنجح فإن هذه الزيجة يحكم عليها بالفشل، وإذا تمت سنة أولى زواج في وضع مستقر فهذه مبشر ومؤشر على أن الحياة الزوجية سوف تستمر. حلقتنا اليوم نريد أن نتوقف عن أهم الأخطاء التي قد تقع عند الزوجين في أول الأمر، وكيف يمكن تداركها. أول خطأ قد يصيب الأزواج هو أن قلب أحدهم لا يكون خاليا. قد يكون قلب أحد الأزواج لا زال عامرا بتجربة سابقة، إما فاشلة وإما لم يكتب لها أن تستمر، وتبقى هذه القلوب مليئة بالأحداث الماضي وبالعلاقات التي تمت في السنوات الماضية، ولا يستطيع الزوج أو الزوجة أن يندمج بعضهما مع بعض. إحدى المتزوجات تشتكي وتقول وتعترف أنها حينما تزوجت بزوجها قلبها لم يكن خاليا، لأنها من قبل كانت مخطوبة لشخص آخر، ولكن لم يكتب الله لهما الزواج وانفصل، واحتفظت بصوره وبرسائله الغرامية. وحينما تزوجت بزوجها الحالي شعرت بأن قلبها لا يكاد ينبض، ودائما ذهنها مشغول بالذي مضى، وبقيت على هذه الحال. لحسن حظها أن زوجها كان متفهم ومتحضر، واستطاع رغم نفورها وعصبيتها أن يحافظ على الابتسامة في وجهها وأن يكون محبا عطوفا متفهما. وبعد مرور بضع شهور بدأت تعترف بأنها مذنبة وأنها مقصرة في حق زوجها الحالي، لأن المرأة ينبغي أن تنسى الماضي والذي كان معه متى تزوجت بشخص آخر، والزوج أيضا عليه أن ينسى الماضي وينسى جميع الأحداث التي وقعت، وخصوصا أن يتخلص من الصور الفوتوغرافية والرسائل العاطفية لكي يبدأ حياة جديدة. هذه المتزوجة تقول الآن بعد إفاقتها من الوهم الذي كان يسكن قلبها، الآن تحاول تعويضه عن طريق خلق حياة مليئة بالعواطف ومليئة بالحنان. وصدق من قال بأن المحبة الحقيقية هي تصنع بعد الزواج، أما قبل الزواج فليس هناك حب وإنما هناك أشواق وهناك إعجاب، أما المحبة الحقيقية الصادقة فإنما يصنعها الزوجين معا بعد الزواج. من بين أهم الأخطاء التي يقع فيها الزوجان وهو التطلعات الخيالية، فهناك بعض النساء
قبل الحياة الزوجية عندهم تطلعات وأحلام خيالية بعيدة عن الواقع، تنظر بأن العلاقة الزوجية هي شبيهة بالأفلام الرومانسية التركية أو الغربية أو غيرها، فتنظر إلى الزوج بأنه ذلك الشاب الوسيم الأنيق، ذلك الفارس الذي يأتي على حصان أبيض ويحمل في يده باقة ورد، وتتطلع أن ستسكن في سكن رفيع المقام، وعندها خدم وحشم، وعندها سفريات، وعندها أوقات كثيرة للترفيه والتسوق في كبرى المراكز التجارية. أحلام جميلة قد تكون عند بعض النساء لكنها بعيدة عن الواقع. بعض النساء لما يدخلن إلى الحياة الزوجية ولا يجدن ما كنا يتمنى ويتطلعن إليه يبدأن بالشكوى، شكوى كثيرة، وتبدأ الخصامات وتبدأ الشجارات. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها الزوجين في أول حياتهما الزوجية أن أحدهما أو كلاهما يكون لديه مفاهيم خاطئة ومغلوطة عن الزواج، يظن بأن العلاقة الزوجية هي علاقة ربما مبنية فقط على العطاء وليس على الأخذ، وقد تستقي الفتاة هذه المفاهيم إما من أمها وإما من رفيقاتها، ويعتقدن بأن الزواج هو حلبة للصراع وحلبة للمنافسة. هناك من يظن بأن الزواج كله صراع ومنافسة، ويتنافسان خصوصا عن زعامة البيت، من يكون هو الذي يتزوج. هذا ما يسمى عند البعض بذبح القطة، كنقولها بالدارجة، شكون اللي غادي يذبح المش، يعني النهار الأول يموت المش، من سيفوز بمعركة القرار. ومن ثم كل منهم يحاول أن يفرض وجوده لتكون له الكلمة وليكون له القرار، وهكذا تبدأ الحياة فيها خلافات وصراعات ربما قد لا تستمر على الوضع المريح. على الجميع أن يعلم بأن الحياة الزوجية ليست معركة تدور رحاها داخل جدران الزوجية، وليست صراع على من ومن يقود ومن ينتصر، وإنما هي شركة بين اثنين لقيام أسرة مترابطة لبناء حياة مستقرة. كذلك من ضمن أهم الأخطاء التي يقع فيها المتزوجون حديثا تعجلهم لإنجاب الأطفال، وقد يصيبهم القلق إذا مرت شهور قليلة بدون إنجاب فيبدأ التوتر، وبالتالي تحدث المشكلات. لماذا المرأة لا تحبل؟ هل عندها مشكل في الرحم؟ ربما المشكلة عند الرجل، ربما رجولته ناقصة، ويبدأ هنا التساؤل ويبدأ التوتر وتبدأ حدوث المشكلات. فلا ينبغي تعجل إنجاب الأطفال، فالأمر مرتبط بقدر الله سبحانه وتعالى. ولعل من أهم المسائل التي يتعارك حولها الزوجان تكون تقريبا بمسألة الإنجاب. البعض ربما يريد أن يعجل الإنجاب والآخر يريد تأجيله، فمن سوف نتبع قراره؟ هل نؤجل الإنجاب أم نعجله؟ هذه المسألة لابد من حسمها قبل الزواج. فترة الخطوبة هي الفترة التي يكون فيها الاتفاق على القضايا الجوهرية، مسألة إنجاب الأطفال، مسألة عمل المرأة خارج البيت، مسألة الزيارات العائلية المتباعدة أو المتقاربة، هذه الأمور وغيرها قد يحدث فيها جدال وخصام، حبذا لو تم حسمها في فترة الخطوبة، يكون هناك نقاش وحوار واتفاق. فإذا كان هناك لا قدر الله تباعد في الرؤى ممكن أن تفسخ الخطبة ولا نغامر بالزواج، ولكن بعد أن يتزوج الإنسان عليه أن يخضع وعليه أن يقبل وعليه أن يستمر. كذلك من أهم الأخطاء التي تقع فيها المرأة بعد الزواج هو احتراف بعض النساء إفشاء الأسرار. إفشاء الأسرار قد يكون إما من طرف المرأة وإما من طرف الرجل.
ربما قد تفشي المرأة أسر زوجها إلى الأهل، إلى صديقاتها، إلى أخواتها، وهذه العادة هي تثير مشاكل كثيرة جدا. معظم خراب البيوت كان بسبب إفشاء الأسرار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ويبيتان يسترهما الله ثم يصبحان يفشوان أسرارهما أمام الناس. هذا من أهم الأخطاء، إفشاء الأسرار خصوصا إلى المقربين، وبعد ذلك تنتشر هذه الأخبار. من أهم الأخطاء التي يقع فيها الأزواج أن بعض النساء ربما تنتظر زوجها يعود من العمل متعبا، خرج من الصباح إلى فترة المساء جاء متعبا، والزوج عادة يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى كوباية شاي، إلى لقمة طيبة. لكن هناك بعض النساء عندهم عادات، حينما يعود الرجل من الزوج من العمل مباشرة تبدأ تشكو له المشاكل، مشاكل الجيران، مشاكل الأطفال، مشاكل العائلة، مشاكل المصاريف، وهذا طبعا يؤثر على النفسية للرجل. فالمرأة الحاذقة إنما تستقبل زوجها بابتسامة وتتركه حتى يستريح ويشرب كوباية شاي، وثم بعد ذلك يتناول وجبته للطعام، ولما يستريح بعد ذلك يتم عرض الظروف التي هي أساسية. أن ذاك يقع مما يحكى من الأمور المضحكة أن إحدى الزوجات تشتكي لأخيها، قالت: يا أخي إن زوجي يصخب ويرفع صوته ودائما غضبان، كلما جاء من العمل نتشاجر وأنا أطالب بالطلاق. فماذا كان نصيحة وتدخل الأخ أخو الزوجة؟ قال: يا أختي الفاضلة، سأعطيك نصيحة وسوف يتم الأمر بكل بساطة. قال لها: حينما يقدم الرجل يدق الباب أو يفتح بالمفتاح، خذي كوباية ماء في فمك، شربة ماء في فمك، وأتركيها، أتركيها نصف ساعة. فعلا اتبعت هذه المرأة نصيحة أخيها، بدأت أخذ كوباية ماء وتمكث هكذا نصف ساعة في فمها، ثم ذلك ترميها، وانتهت المشاكل. فقد سبحان الله لم يعد هناك مشاكل. قال: المشكلة كلها أنك كنت تعاتبينه مباشرة بعد دخوله من العمل متعبا، الآن هذا الماء أمسك لسانك عن الكلام، وأخذ الرجل فترة نقاهة حتى يستريح، ومن ثم تكون الأمور بكل بساطة ممكن أن نناقشها. كذلك من بين الأمور التي ربما تعترض الزوجين، وهو من يكون ربان السفينة، ربان السفينة، واش الرجل هو ربان السفينة أم المرأة؟ لأن الأسرة هي عبارة عن سفينة فيها أولاد وبنات وعائلة، فمن يقودها؟ لابد أن يكون القائد واحدا. طبعا بلا شك أن الرجل هو ربان السفينة، لأن الرجل هو المسؤول الأول عن الإنفاق وعن الإعالة، والشرع الإسلامي الحنيف قرر ذلك حينما قال: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، هذه القوامة. فالزوجة حتى ولو كانت عاملة هي غير مسؤولة على الإنفاق على البيت وشؤون الأسرة. الزوجة ممكن أن تحتفظ براتبها، وممكن أن تتفضل بالإنفاق المأجور على أسرتها تفضلا ليس واجبا. لكن هناك من الفقهاء من يقول بأن الواقع المعاصر صارت فيه الأمور شيئا ما مركبة، فالمرأة لم تعود تلك المرأة التي كانت أيام زمان مرأة البيت، فقد أصبحت المرأة في الوقت المعاصر تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، والزمن أصبح يفرض على المرأة واجبات لم تكن تقوم بها في الماضي، خصوصا أن أعباء الحياة المادية جعلت معظم النساء يخرجن للعمل، ومن ثم صرنا مشاركات في النفقة، وإذا صرنا مشاركات في النفقة صرنا مشاركات أيضا في اتخاذ القرارات، القرار في البيت.
فالمرأة اليوم المعاصرة ربما تقوم بأدوار كثيرة، إنها تحبل وتنجب الأطفال وترضعهن وتربيهن وتتابع التربية والدراسة سواء في البيت أو المدرسة، وتذهب معهم للتدريبات في النادي الرياضي، وتراجع الأطباء إذا مرض أحدهم. كثير هي الأدوار المتعددة للمرأة المعاصرة، هذه صفاتها. وهناك نساء ربما يعانين الكثير من الضغوطات، ومن ثم فمسألة القوامة، الرجال قوامون على النساء، ينبغي أن تفهم في إطار هذه التغيرات من أن هناك نوع من التعاون وهناك نوع من التآزر والتنسيق، والكل يعمل بقدر طاقته من أجل توفير النفقات، وليس هناك وقت للخصام أو للجدال والتناطح. المشكلة الكبير هو يقع هناك خلافات تفضي إلى التناطح بين الزوج والزوجة، ويا ما رأينا السبب دائما هو المسائل المادية، تدبير الشؤون المادية. الهمسة التي ممكن أن أهمسها إلى كل امرأة، ما هو الفرق بين المرأة الناجحة والمرأة الفاشلة؟ الفرق بسيط جدا. المرأة الناجحة هي عرفت وعملت، عرفت ما لها وما عليها وعملت بمقتضى. لكن المرأة الفاشلة هي عرفت ما لها وما عليها فقط ولم تعمل به. فالمعرفة هي متاحة للجميع، المشكل يكمن في من عرف عليه أن يعمل وعليه أن يسلك السبيل لامتلاك الآخر والحفاظ على الأسرة. أحسن طريقة للمرأة لكي تحافظ على زوجها وعلى أسرتها، وكذلك الزوج أحسن طريقة له لكي يحافظ على زوجته وعلى أسرته وعلى أبنائه، أن يتعلم ما يسمى بمهارات الجذب. ما هي مهارات الجذب؟ هي أن كل واحد يعلم بأنه ليس هناك شخص مفصل على مقياسك كما تحب. لا تحرص على أن تبحث عن امرأة مفصلة على مقاسك في الفكر والسلوك والعواطف. وأنت أيضا سيدتي لا تنتظري أن يكون زوجك مفصل على مقاسك على مستوى الفكر وعلى مستوى العادات والتقاليد والممارسة والسلوك والعواطف أبدا. فربنا عز وجل خلق بين الرجال والنساء تجاذبات وتباينات واختلافات، ولكن عن طريق الصبر والاحتمال والمثابرة يمكن أن نخلق التقارب، تقارب بين المرأة والرجل، تقارب بين الزوج والزوجة، وبالتالي نتجاوز المشكلات والأزمات. فالمرء إذا أراد الشيء يسعى إليه ويبذل مجهودا في سبيله. على المرأة أن تتعلم مهارات الجذب، مهارة الجذب سواء في بيتها، بيتها دائما يكون منظم، بيتها يكون دائما جميل. مهارة الجذب في مظهرها، لا بد أن تتزين في مظهرها لزوجها كل مرة يراها بشكل جميل. مهارة الجذب في شخصيتها، أنها دائما تحافظ على الابتسامة، دائما تخلق مفاجآت سارة، وجبات طعام خفيفة، وهكذا. أحيانا قد تجد المرأة صمتا أو تجاهلا من زوجها، فماذا تفعل؟ نعم، لا مانع أن تكون المبادرة من المرأة بالكلام. المرأة تكون لها البادرة وتهيئ الجو المناسب للجلسة الرومانسية، وأن تحتوي زوجها بالمشاعر والحنان، وبالتالي تستطيع أن تتحكم في عواطف زوجها. كذلك ومثال، الزوج ينبغي أن يتعلم مهارات الجذب. أولا في مظهره، لابد أن يكون أنيق، أن يكون نظيف، أن يكون معطر. أو كذلك مهارة الجذب في شخصيته، شخصية ودودة، شخصية مبتسمة، شخصية متفائلة، شخصية مغامرة. وأيضا مهارة الجذب داخل التسوق وشؤون البيت، دائما يجدد. وإذا صدف الزوج من المرأة صمتا أو تجاهلا، هناك بعض النساء عندهم برود عاطفي وعندهم صمت دامس، ماذا يسعى الزوج؟ هل يخاصم؟ هل يتسرع الطلاق؟ لا،
عليه أن يبادر بالكلام ويبادر بالمبادرة الحسنة ويخلق جو عاطفي ويحتوي الزوجة بالمشاعر ويستطيع أن يخلق لها جوا سعيدا. لهذا ينصح كل زوج حديث أو زوجة حديثة أنهم يستعدان للزواج نفسيا. النصيحة التي نريد أن نقولها وهو أن الشباب المقبل في هذا الصيف المبارك مقبلين على الزواج لابد أن يعرف ماذا هو الزواج وماذا نريد من هذا الزواج. الزواج هو شراكة، الزواج هو صبر، الزواج هو تضحية، الزواج هو عطاء لكي نستطيع أن نكون أسرة، وهذا يتطلب المحافظة على المكتسبات. ليس دائما وقعت مشكلة نفسية أو اختلاف بين العائلة أو نفور نتسرع للطلاق. الزواج هو ميثاق غليظ، هكذا سماه القرآن العظيم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعيب على كثير من الزيجات خصوصا في سنة أولى زواج هو الرغبة في الانسحاب. حينما تظهر أي مشكلة من المشاكل يرغب إما الزوج وإما الزوجة في الرغبة في الانسحاب، وهذا مشكل كبير. نسبة الطلاق في البلدان العربية ومنها في بلادنا المغرب هي نسبة مقلقة، وخصوصا سنة أولى زواج. السبب لم يقع هناك تفاهم ولا يقع هناك انسجام، يكون الرد الطبيعي هو الانسحاب. النصيحة التي يمكن أن نقدمها لكل زوج وزوجة أن يصبر كل منهما على الآخر، أن يتكيف على العادات والتقاليد، لأن الزوج عنده عادات تختلف أحيانا على عادات الزوجة. قد يكون هو محافظ والعائلة عندها ضوابط، والزوجة ربما عندها حرية وعندها رؤية معاصرة مستقبلية، فالعادات والتقاليد تكون صراع فيها. نحاول أن نتكيف، أتنازل أنا من جهتي قليل وأنت تتنازل من جهتك قليل، وبالتالي نستطيع أن نتحمل بعضنا البعض وأن يعتاد كل من الزوج على الآخر. ودائما لا ننسى أيها الأحبة الكرام أن الزواج هو ميثاق غليظ، هكذا سماه القرآن العظيم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الأحبة الكرام، أرقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع، نريد منكم أن تحدثونا عن أهم الأخطاء التي مرت في حياتكم الزوجية. ليس الغاية هي أن نعرض الغسيل ونعرض العيوب أبدا، وإنما نريد أن نقف عن الأخطاء حتى نتعرف عليها ونتداركها، وينصح بعضنا بعضا، والجيل الصاعد من أبنائنا وبناتنا الذي لا خبرة له ولا معرفة له بهذا الواقع المرير ممكن أنه يتفادى الأخطاء التي سبق أن وقع فيها الجيل السابق. هكذا هي التناصح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فحدثونا أيها الأحباب الكرام عن أهم الأخطاء التي وقعت في حياتكم الزوجية، إما لكم شخصيا وإما لغيركم، إما لجيرانكم أو مقربين إليكم، وكيف استطاعوا أن يتجاوزوها ويتداركوها. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.